اهلا بكم. الحوار اليوم مثير وحلقه في منتهى الاهميه ومنتهى القيمه، بس خلينا نبدا معاكم بحاجه مهمه جدا ومنتشره جدا جدا جدا. كلنا بلا استثناء بنمسك الموبايل ونعمل الاتي. انا هوريكم احنا بنعمل ايه في الموبايل. ادي الموبايل كله قاعد، كتير من الناس قاعدين عاملين كده اهو. تعالوا اوريكم قصه لحد مهم جدا. طبعا كده بقى عمال تبص في الفيسبوك، كده عمال حضرتك مثلا حد بعت لك فعمال عامل كده اهوت تاني رقبتك. واحد مهم قوي، يعني حد شاب كده مهم قوي اسمه ماثيو دوت، قاعد طول اليوم بيشتغل على السوشيال ميديا فيسبوك، واحد من المدونين، واحد من الناس اللي بيسموه تكستينج جريت، او يعني تكستينج بشكل كبير. زي ما انتم شايفين ماثيو طول اليوم قاعد. ايه اللي حصل في ماثيو حصل له عيوب رهيبه، او بمعنى اصح ديفكت رهيب في الرقبة. عملوا له أشعة مقطعية، لقوا الرقبة بتاعته فيها اكستريم دامج، أو بمعنى أصح خشونة كبيرة، يعني تأثر كبير جدا جدا في العمود الفقري بسبب التني المستمر للرقبة. وده عمل له بقى تنميل، طبعا عمل له ألم، كان في انجوينج، بيقولوا إنه هو كان قريب جدا إنه ممكن يعمل له مشاكل في الأعصاب وألام لا تحتمل. هي كانت ألام شديدة، بس وصلوا لألام جامدة جدا. بدأوا طبعا دلوقتي قالوا له أنت عشان تعمل تكستنج لازم ترفع الموبايل يا ماثيو لمستوى عينك. وطبعا علاج طبيعي زي ما أنتم شايفين. طبعا قالوا له أنك لو استمريت، لو كنت استمريت كنا غالبا ممكن جدا. شايفين النك الرقبة بتاعت ماثيو كان شكلها غريب جدا، وشباب كتير جدا دلوقتي وبنات اعتقد ان هم اونجوينج ان هم يمشوا في طريق ماثيو، بس ده فاق وفي الوقت المناسب لاحق نفسه. احنا عندنا شباب كتير ما فاقوش، عشان كده كل تكستنج او كل ناس بتعمل تكست اعتقد انه لازم تعمل استشاره عند استاذ مخ واعصاب عشان يطمنها على الفقرات العنقيه، وخصوصا ان الفقرات العنقيه لا ترحم. ضيف العزيز قمه علميه كبيره واسم كبير في عالم المخ والاعصاب، وبنفتخر بوجوده معنا، واحد من كبار جراح المخ والاعصاب مش مصر بس، في الوطن العربي، واسم ايضا عالمي موجود عملياته في مصر، في اوروبا، في اليونان، في اماكن كثيره في العالم، هو استاذنا الاستاذ دكتور يسري انور الحميلي. الانتشار الاصابات ومشاكل العمود الفقري في السن الصغير، ودي مشكله. كان في الاول ما بنعملش عمليات انزلاق غضروفي الا بعد ال 35 40 سنه. الالم اللي عندي ده الم بتاع غضروف ولا الم حاجه ثانيه؟ في علامات مميزه لحدوث الانزلاق الغضروفي لا تخطئ. الفرق بين الجراحه الميكروسكوبيه والجراحه المناظير، الاثنين تولز. ما تستخسرش في نفسك انك تتعامل مع حد هو في المستوى المطلوب. الاستاذ الدكتور يسري الحميلي، استاذ جراحات العمود الفقري، طب قصر العيني جامعه القاهره، عضو الجمعيه الاوروبيه لجراح المخ والاعصاب، مدير مستشفى نيورو سباين. استاذنا الكبير استاذ الدكتور يسري حميلي، منورنا في الدكتور. اهلا بيك يا دكتور. منورنا يا فندم. انا عايز ابدا الاول بالانتشار الاصابات ومشاكل العمود الفقري في السن الصغير، ودي مشكله من مشاكل برضو الاولاد الصغيرين. ايه رايك في اللي احنا قلناه، وليه انتشرت المشاكل العمود الفقري في السن الصغير في الوقت الاخير، في الاونه الاخيره؟ الحقيقه طبعا الموضوع ده في غايه الاهميه. يمكن كان بنعمل عمليات لكتير في سن 16 17 18 20 25 سنة،
المشكلة اللي انت قلتها دي من احد اهم مشاكل العمود الفقري اللي بنشوفها في الآونة الأخيرة. الولاد اللي بيقعدوا يذاكروا على السرير ما بيقعدوش يذاكروا على مكتب وكرسي زي ما كنا بنذاكر زمان. الولاد اللي بيستخدموا اللابتوب والتابلت والموبايل في كل الحاجات العلمية بقى خلاص ما بقاش فيه نوت بوك، ما بقاش فيه كتابة، ما بقاش فيه حاجة بنذاكر بيها، ما بقينا قاعدين كل مذاكرتنا على كرسي أنتريه أو على السرير. وللأسف حب هذا وعوجاج في العمود الفقري، لأن ده السن اللي بيتكون فيه كل حاجة، سن مرحلة المراهقة اللي فيها الولاد ويشتغلوا ويكتبوا ويعملوا مشاريعهم ومذاكراتهم وكل حاجة على السرير في الكرسي بتاع الانتريه في الصالون. كل الكلام ده مش صح. بدأنا نشوف اعوجاج، بدأنا نشوف تشوه، بدأنا نشوف انزلاقات غضروفية بشكل كبير جدا جدا. لو شفنا ماسيو تاني فيلم هنلاقي هو عملوا له أشعة العمود الفقري شكله اختلف عن الطبيعي. هم بيوروه واحد طبيعي وواحد مش طبيعي، وهو اللي بيعمل تكستينج ده كده كمان ست البيت اللي عمالة تعمل شغل البيت كده، برضو الكاتب والمحامي والصحفي واللي بيقعد يكتب طول اليوم بعوجاج في الرأس كده، المذيع اللي طول اليوم قاعد برضو بطريقة معينة عمال يقرأ من مذيع الأخبار بتاع الراديو بالذات لأنه ده بيوطي، الجراح برضو هي دي كل الممارسات الخاطئة اللي بتؤدي إلى مشاكل العمود الفقري بشكل عام. هو يا جماعة الغضاريف بتيجي منين؟ بتيجي من كده ببساطة باختصار شديد. ده اللي بيؤدي إلى إعوجاج في العمود الفقري زي ما احنا شايفين الصورة اللي العمود الفقري الطبيعي، وده العمود الفقري التاني اللي قدام انحنى لقدام. ما هو انت عمال بتحني العمود الفقري بساعات طويلة، وده بيعمل ضعف الربطة والمفاصل الداعمة للعمود الفقري، وعشان تصلح ده هتاخد وقت كبير جدا وصعب انك تصلحه لو ده اتعمل في فترة المراهقة دي فترة البناء كلها. طيب اسلوب حياتنا ممكن يعمل حاجة خطيرة في العمود الفقري، يعمل انزلاق غضروفي مفاجئ. حركاتنا حضرتك عارف برضو الحركات اللي هي للأسف الفيسبوك والسوشيال ميديا عملت استعراض، فتلاقي الولاد بيعملوا بيصوروا وواحد يعمل استعراض ينزل على رقبته ويو تتكسر. ده موجود على فكرة، ممكن ده بنشوفه برضو من الحاجات اللي هي يعني اللي هو بنسميه جنون واندفاع الشباب. لكن عايز اقول هو كل الممارسات الخاطئة اللي بنستعمل فيها ظهرنا بشكل خاطئ، اللي احنا ما بنعرفش ازاي نقعد على المكتب، ما بنعرفش ازاي نذاكر، ما هو الغضروف بيحصل ازاي، دي صورة بتوضح لنا الغضروف شكله ايه ومكانه ما بين الفقرات. هو عامل زي المساعدين، المساعدين ده لو انت استخدمت العمود الفقري بطريقة خاطئة هتضغط على حتة فيه اكتر من اللازم وحتة تانية مش هيبقى فيها ضغط، الحتة اللي انت ضغطت فيها كتير جدا دي هتضعف، لما هتضعف الغضروف او المادة الماسكة المحتوية للغضروف هتتآكل، لما هتتآكل هيبدأ الغضروف يخرج من بره المحتوى بتاعه، هيبدأ يضغط على اعصاب، الاعصاب دي هتعمل لنا المضاعفات اللي احنا بنشوفها. ناهيك عن كمان مش بس كده، عن ان يحصل تشوه في العمود الفقري مع مرور وتكرار القعده الغلط او الممارسات الخطأ. ده المساعدين اهو خرج، بص بظ من مكانه، ما هو هيقعد يضعف على مدى شهور واسابيع، ومع كحه مع حزقه مع شيله حاجه مع شيله شنطه مع لفته ينزلق. المريض يقول ده انا كنت زي الفل، انت ما كنت زي الفل، انت كنت عمال بتعمل ممارسات خطأ على مدى شهور وسنين أدت إلى أن المكان ده بقى ضعيف، مع كحة حتى خرج الغضروف، مش الكحة اللي خرجته، يعني هم مش التي قصمت ظهر البعير، هي مش القصرة، هي القصرة دي أظهرت سلبيات كتير جدا عمالة بتتراكم. دايما السؤال الناس بتسأله لي، حتى بيسألوه للغير متخصصين، الألم اللي عندي ده ألم بتاع غضروف ولا ألم حاجة تانية؟ عشان ده حد طريقة العلاج، الحيرة هنا. هو طبعا في علامات مميزة لحدوث الانزلاق الغضروفي لا تخطئ، هي أشهرها إيه؟ لما بيجي لي ألم في الرقبة أو الظهر وبيسمع في إيدي أو بيسمع في رجلي، لو الألم ده مصحوب بتنميل، لو الألم ده بقى بيجي مع الكحة أو العطسة
هنا انا بتكلم عن انزلاق غضروفي. لو الالم ده بيجي لما ارفع رجلي على الحوض عشان اغسل رجلي، لو الالم ده بيجي لما ارفع ايدي، لو الالم ده بيجي اكتر مع الماشيه يسمع الالم بطول الرجل واضطر ان انا اقف شويه، مشهوره قوي، يبقى انا بتكلم في انزلاق غضروفي او خشونه الفقرات. الالم اللي بيبقى معاه ضمور في عضله، او ايدي بدات ترفع او رجلي بدات ترفع، الالم اللي بيبقى معاه سقوط في القدم، ست البيت اللي ماشيه والشبشب بيفلت من رجلها، او الالم اللي معاه عدم تحكم في البول او قصور في الحاله الجنسيه، هنا بقى احنا بنتكلم عن الغضاريف بصراحه. التكنولوجيا قفزت في مجال المخ والاعصاب قفزه هائله، وخلت العمليات اللي كانت صعبه ومشاكلها كبيره عمليات رائعة ومشاكلها منعدمة تقريبا أو قليلة جدا جدا، ما فيش مشاكل منعدمة، لكن يعني تكاد تكون أقل من مشاكل حتى العمليات التقليدية زي الزايدة وفتح الجروح. لكن التكنولوجيا قفزت، ومن أهم التكنولوجيا المناظير، وتعالوا نسمع هاني عفيفي بيسأل إزاي في المناظير. الحياة اتغيرت والإنسان اتغير معاها. حياة الإنسان ما بقتش معتمدة على الحركة والمشي وحمل الأثقال والعمل اليدوي، لا دي بقت معتمدة على القعدة على الكمبيوتر والمكتب واستخدام وسائل المواصلات المريحة. العمود الفقري ما بقاش يستحمل أي ضغط، وكل الناس بقت بتشتكي من ألام الظهر ومشاكل صحية في العمود الفقري. ولأن الطب بيواكب العصر وكل يوم فيه جديد في الطب، بدأنا نسمع عن استخدام المنظار في جراحات العمود الفقري، وخصوصاً الانزلاق الغضروفي أو تثبيت العمود الفقري بدون جرح أو نزيف أو الحاجة لنقل دم أو انتظار التحام الجروح أو مسكنات قوية مخدرة للألم. يا ترى إيه استخدامات المنظار في العمود الفقري؟ وإيه هي مميزاته؟ وهل فعلاً الليزر بيستخدم في جراحات العمود الفقري؟ سؤال مهم عن المناظير والليزر الاثنين مع بعض. الحدود بتاعت المناظير، المناظير طفرة، لكن هل كل الحالات تعمل بالمنظار؟ لا طبعا. وعايز اقول حاجة مهمة جدا جدا، المناظير دي والميكروسكوب والكمبيوتر والجراحة الملاحية هي تولز او ادوات مساعدة في ايدين الجراح. لكن انت لما النهاردة هتقول ان عبد الوهاب بيألف مقطوعة موسيقية، عبد الوهاب معاه عود، في 100 واحد بيعمل مقطوعة موسيقية، هو فين الفنان؟ فين الحس؟ فين الإحساس؟ فين الدراسة الأكاديمية الرهيبة اللي احنا تعلمناها على مدى سنين؟ الاعتراك في مجال الجراحة بشكل عام هو اللي خلانا ان احنا نتطور. ودايما بقول ان جراح المخ والأعصاب ده جراح شيك جدا، اذا ما كانش معاه حاجات زيه كده شيك بيستخدم الجراحة، فتحة صغيرة، حاجات بسيطة جدا، المريض يعني زي ما انت شايف كده ده المنظار دخل من فتحة صغيرة جدا جدا موجودة طبيعيا في العمود الفقري، محتاجش بقى اشيل عظم، محتاجش ان هو يضر المريض ده بان هو يضعف جزء من العمود الفقري، وبالتالي هدخل اشيل الغضروف زي ما انتم شايفين كده بمنتهى البساطة، والعيان ده هيخرج من اوضه العمليات اول ما يفوق من البنج، ده احنا ممكن نعمل ده بنج موضعي، هيبدا يتحرك ويمشي ويعمل كل حاجه، وبالتالي انا قدرت احقق المعجزه او المعادله الصعبه جدا، ان الغضروف الكبير جدا اللي ضغط لي ده وضغط على الحبل الشوكي زي ما احنا شايفين ده غضروف ده الحبل الشوكي والغضروف ضغط عليه، واحنا هندخل بنحدد مكانه ومعالمه بماده بنحقنها فيه عشان يبان لنا شكله على جهاز الاشعه، وهنبدأ نشيل ده بمنتهى البساطة دون الاقتراب من الحبل الشوكي، دون الاقتراب من العمود الفقري، دخلنا من مداخل طبيعية، فتحنا الباب بالمفتاح ما بنكسرش الباب. وبالتالي جراحات المناظير، جراحات الميكروسكوب الجراحي، استخدام الجراحة الملاحية بتدينا الطريقة اللي نعمل بيها العملية، والمريض بتاعنا يطلع يتحرك فورا ويعمل كل حاجة. ما بقاش مسموح بقى عندي ان انا المريض عندي ما بينامش في السرير اكتر من الست ساعات اللي هيفوق فيهم من البنج، غير كده بيتحرك عادي خالص، المريض بيسوق عربيته بعد اسبوع من العملية بيقدر يعمل كل حاجته بشكل طبيعي جدا، يوطي، ببقى عامل تثبيت الفقرات والمريض يقدر يوطي ويصلي ويسجد. وكثير من مرضانا بيسمعوا الكلام ده وعارفين ان ده بقى حقيقة، لان العلم والتكنولوجي
الحقيقة ادانا الكثير والكثير. الناس عندها دايما ارتباك في حاجتين، اولا ما بيفهموش قوي معنى الجراحة الملاحية، ثانيا بيرتبكوا ما بين الجراحة المناظير والجراحة الميكروسكوبية. يعني نيجي نقول لهم انت تعمل جراحة بالمنظار، ايوه مش ميكروسكوب يعني، اقول له لا الجراحة الميكروسكوبية غير المناظير. فدول سؤالين عايزين نفهم الناس، يعني ايه جراحة ملاحية وايه الفرق بين الاثنين دول؟ جراحة الملاحية انا دايما بدي مثال بسيط جدا، بقول لو انت بتركب تاكسي في احد الدول المتقدمة، اوروبا مثلا او امريكا، وانت بتركب التاكسي ده بتلاقي مع السواق حاجة اسمها نافيجيتور. النافيجيتور ده بيقول لك الخريطة، الجي بي اس، الخريطة بتاعت البلد والاماكن المزدحمة فين، وهيوصل للمكان اللي انت طالب تروحه في قد ايه. والمكان ده ممكن يوصل له بثلاث او اربع طرق، بيعرض عليك فيهم المكان ده اللي انت هتروحه شكله ايه. هي دي الجراحة الملاحية. انا مش داخل اعمل عملية بس ده انا داخل اعمل عملية وبقدر قبل ما ادخل ابقى راسم سيناريو للعملية بتاعت المريض ده، كأني بفصل له بلوزة او فستان على قده بالظبط. مش مجرد ان انا بدخل اعمل عملية وزي ما الظروف ترميني، زي ما الاقي قدامي، زي ما افتح والاقي مفاجآت، لا خالص. جراحة الملاحية باخد المعلومات اللي عند المريض في الاشعة، التركيب التشريحي بتاعه، المشكلة اللي عنده، وبقدر افصل له عملية تتناسب تماما معاه، معروف وقتها قد ايه، معروف هستخدم فيها بنج قد ايه، معروف ان انا هحافظ فيها على الانسجة الطبيعية اللي ربنا خلقها، وهدخل من فتحة صغيرة جدا جدا لن اتلف اي شيء في العمود الفقري. وبالتالي المريض ده اول ما يفوق من البنج هقول له وقف واقعد، اتحرك، اطلع سلم، انزل. يندهش المريض كثير جدا، اقدر اسوق عربيه بعد اسبوع؟ هتقدر ليه؟ لان احنا شلنا المشكله من غير ما ناثر على التركيب الطبيعي اللي ربنا خلقه في العمود الفقري. هو ده الفرق ما بين انك تاكل فاكهه او خضار اورجانيك وتاكل فاكهه او خضار مليان بالاسمده والمبيدات الحشريه. طيب الفرق بين الجراحه الميكروسكوبيه وجراحه المناظير؟ الاثنين تولز. يعني انا عايز اقول ان انا ساعات كتير بستخدم الميكروسكوب مع المنظار، او استخدم المنظار مع الميكروسكوب. في حاجات ينفع ان انا اعمل فيها الاثنين، في حاجات ينفع ان انا اعمل فيها ميكروسكوب بس، لكن في حاجات يعني هنا في واحده بعمل العمليه بالميكروسكوب، واحده بعمل العمليه بالمنظار، ده هستخدمه لمين وده هستخدمه لمين، بتتوقف على مشكله المريض قد ايه، وانا عايز اصلح المشكله دي ازاي، عايز اعمل ايه. هو زي ما بقول ان انا معايا ادوات بستخدمها، وكل ما كان الجراح مقتدر وشاطر وقادر. على فكرة الجراح اللي بيعمل عمليات بالمنظار والميكروسكوب هو أكثر الجراحين شطارة في الجراحات العادية، لأنه قبل ما يعمل الجراحات المتطورة هو خلاص ماستر أو وصل إلى معدل الاحتراف في الجراحة العادية، وما بقيتش ترضى طموحه أو غروره، فدور على حاجة تانية أحدث وأرقى، وقدر من خلالها أنه يعمل الجراحات المتطورة. كلمة تزحزح فقاري لما كان مريض يشتكي منها وتوصل حتى لينا احنا كأطباء ننزعج، يعني نحس أن المسألة كبيرة وأنه عملية بقى ضخمة وإلى آخره. قيمة أو بمعنى أصح حقيقة هذا الاعتقاد إيه دلوقتي؟ لا ما عادش الكلام ده طبعا. في كثير جدا من جراحات التزحزح بتتعمل بطرق محدودة التدخل. يعني محدودة التدخل يعني انا بعمل العملية، المريض ده بعد ست ساعات من العملية بيقوم يطلع وينزل ويطلع السلم ويقف ويخش التواليت ويقعد على قعدة الحمام، ما بيحتاجش يلبس حزام. انا حليت مشكلة الفقرات. الجراحات المتطورة دي مش بس حلت المشكلة، لا ده ادت المريض كمان الامان في انه بعد ما بيعمل العملية دي بيعمل كل حاجة، ما بقاش بقى ظهره متيبس ومتخشب وممنوع من انه يوطي، ما بقاش محتاج يلبس حزام بعد العملية ويبقى ممنوع من انه يقعد، ما بقاش الكلام ده موجود. بقى المريض بيعمل العملية اول ما يفهم البنج بيتصرف طبيعي تماما، بيقدر يوطي، بيقدر يقف، بيقدر ينام، بيقدر يعمل كل الاشياء التي كان محروما منها. هنا المنظار دخل اهو من الفتحة الطبيعية الموجودة بين الفقرات، شلنا الغضروف بالكامل. بعد ما بنشيل الغضروف بالكامل بقى هنزرع بقى حاجات، ممكن نزرع دعامة زي كده، ممكن نزرع غضروف صناعي، ممكن نزرع تثبيت للفقرات زي ما احنا شايفين كده بطرق محدودة التدخل. هنا اهو مش النشعب
ما أثرناش على التركيب التشريحي للعمود الفقري، وبالتالي المريض ده هيفوق من البنج يقدر يعمل كل حاجة. دايما الناس بتخاف من فكرة الشلل، يعني ده سؤال قديم المفروض كنت بسأله حضرتك في 2006، ما ينفعش أسألك في 2017. الحقيقة يقول لك هروح أعمل عملية على وهتشل، ناس كتير ناس عندها كده. دايما أنا بقول للناس لو أنت ماشي عندك يعني فريق لابس كله أبيض وواحد فيهم لبس فانيلا سودا، هيبقى ده اللي باين. إن الصورة القاتمة تظهر وسط الصورة الناصعات البياض. المجتمع لما بيشوف مريض عمل عملية وتشل ده بيبقى ظاهر أكتر، لكن تعال أنت في الشغل مثلا، أنت دخلت بنك في التلاتة عاملين انزلاقات غضروفية، اتنين كويسين وواحد تعبان، هتبص على مين؟ هتبص على التعبان. وبالتالي الناس بتخاف لأنها بتشوف، والناس بتشوف ليه؟ لحاجتين اتنين أو لعدة أسباب، أهمها أن المريض يسكت على نفسه لحد ما يتشل، ما هو خايف ويفضل خايف 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 لحد ما يحصل له شلل. ان المريض يعمل عملية عند ناس مش مؤهلة لهذا او في اماكن غير مؤهلة لهذا، طب ما هو ممكن يحصل شلل. ان المريض ده يعمل العملية بطرق عقيمة وقديمة وطرق يعني خلاص ما بقاش مسموح ان احنا نعمل بالطرق دي. لكن تعالى بقى لما المريض يجي لجراح المخ والاعصاب الشيك جدا اللي عنده في المكان اللي بيشتغل فيه كل الوسائل الحديثة المتقدمة زي الدول المتقدمة، ما هي الدول دي ما بتعملش الكلام ده من فراغ. ما هو مش ممكن جهاز جراحة ملاحي 8 3 4 5 مليون جنيه هيبقى جاي كده من فراغ، لا. ما هو مش ممكن منظار بتغيره مثلا وتجيب حاجات كل 3 شهور هتتساوى بجراح بيشتغل بالطريقة العادية. وبالتالي الحاجات دي كلها بتخدم فكرة واحدة، هي التفاني، الإخلاص، في الإحسان في العمل. والإحسان دايما ربنا بيضع مرتبة المحسنين أعلى من المتقين وأعلى من اللي بيعملوا صالح. الإحسان ده هو قمة في العمل، وربنا يجعلنا من المحسنين. هو الإحسان ده معنى مهم جدا. طبعا العبقري أستاذنا الأستاذ أحمد الشقيري عمل سيزون بحاله، سيزون كان موسم بحاله على فكرة الإحسان. طبعا الإحسان طبعا يعني كان الإحسان هو المعنى. الإحسان ده بقى معناه إن سواق التاكسي في إنجلترا ده راجل من المحسنين لأنه فاهم شغلته كويس. طبعا جراح المخ والأعصاب الشاطر ده من المحسنين فاهم شغلته كويس. لكن قبل ما أمشي، الجلدية فيها انتيريورز، فيها دخلاء، ناس مش مذاكرين وناس مش عارفة ومش دكاترة أساسا. الوارد سمعنا ويعني مستحملين هذا الواقع المؤلم، التجميل للأسف فيه، هل في دخلاء في المخ والعصب؟ كتير جدا. يا لهوي كتير جدا. كل تخصص فيه هو انت النهارده بس ده ما كانش يعني احنا دايما كنا نشوف اساتذه المخ والعصب عندنا في الكليه دول الناس يعني ما حدش بيقرب يعني اللي هو ايه دول اللي هم السينيور السوبر يعني زي كده مثلا ايه ميسي ورونالدو في الكوره. في ناس ممكن تيجي لازال طبعا العباقره موجودين ولازال المحترفين موجودين. بس عايز اقول ان انت لو انت مريض بتسلم دماغك لحد مش صح خلاص ما هيحصل. انما انت النهارده لما بتتحرى الدقه، وتحري الدقه ده بيبقى توفيق من ربنا سبحانه وتعالى واسباب. اهم الاسباب دي ان انت ما تستخسرش في نفسك انك تتعامل مع حد هو في المستوى المطلوب. يا جماعه الموضوع ده لما بنعمل العملية بشكل كويس وفي مكان كويس وعند حد محترف هذا المجال بتفرق كتير جدا. محدش يضحك عليك ويقول لك ان المنظار والميكروسكوب ده عمليات بترجع وترد، الكلام ده كلام فاضي. محدش يضحك عليك ويقول لك ان الجراحة الملاحية دي بتستخدم في قلة قليلة من العمليات. ليه هو بيقول لك كده؟ ليه؟ لان معظم الاماكن اللي بيشتغل فيها ان لم يكن كلها ما عندهمش الجراحة الملاحية، لان هو ما يعرفش يستخدم الميكروسكوب والمنظار. ما تسلمش نفسك. انت تستحق انك تتعامل مع ارقى واحسن الناس، وانت اللي بتودي نفسك في الحته اللي انت عاوز تبقى فيه. مفيش فهلوه في الطب طبعا، مفيش فهلوه في الطب. انت نورتنا واسعدتنا وشرفنا جدا بهذه الزياره الرائعه، وتعبناك وعطلناك لكن استفدنا كثيرا جدا من وجودك معنا. طبعا استاذنا القيمه العلميه الكبيره والجراح الرائع الاستاذ الدكتور يسري حميلي كان ضيفي في الدكتور. انتبهوا، في الكلام اليوم كان مثيرا للغاية، وكل النقاط مهمة جدا، كل نقطة في هذا الابيسود كانت مهمة جدا. خليكوا دايما مع دكتور.
الفول ماوس انفنت، زراعة الفم الكاملة. ايه هي زراعة الفم الكاملة وبنستخدمها ليه، والتكنولوجيا تدخلت في الموضوع ده ازاي، ومهارة الطبيب تدخلت في القصة دي ازاي؟ احنا الزراعة زي ما اتكلمنا عليها قبل كده هو مسمار تيتانيوم. طبعا التيتانيوم بيحفز العظم، ده الطبيعة بتاعته بيحفز العظم، ودلوقتي بقوا عاملين له معالجة سطح عالية جدا عن طريق الجاما ريز وعن طريق تزويد التضاريس بتاعته عشان العظم يخش يعشق فيها فيدينا الثبات بتاعها الاعلى. ده خلانا ان احنا نستنى على الزراعية وقت اقل من زمان. زمان كنا بنستنى 6 شهور وخمس شهور، دلوقتي احنا ممكن في شهر ونص وشهرين ان احنا نوصل من ما فيش ولا سنه في البق لسنان كامله. طبعا هنا احنا مش بنشتغل زراعه بس، احنا بنشتغل زراعه وتركيبات، وبيبقى تيم كبير قوي بيشتغل في القصه. بنعمل ايه في القصه دي؟ اهم حاجه نبدا بيها حاجه اسمها الاشعه المقطعيه او الاشعه ثلاثيه الابعاد. الاشعه ثلاثيه الابعاد او الاشعه المقطعيه هي اللي بتقسم لنا العظم لشرايح صغيره قوي، نقدر نمسك كل شريحه نشوف سمك وطول العظم في المنطقه دي قد ايه، كثافه العظم جوه في المنطقه دي عامله ازاي. فده بيخلينا نقدر ناخد القرار احنا نحط زراعيه هنا ولا لا، ولا نحطها في حته قدام شويه او نرجعها ورا شويه. طب هل معنى ان احنا عندنا طول او عرض مش كويسين ان احنا ما نزرعش؟ لا طبعا، دلوقتي احنا بنقدر نحط نزرع عظم العظم الصناعي بتاعنا، وعن طريق استخدام البي ار اف. البي ار اف ده بنستخرجه من دم المريض نفسه، بيبقى غني وبيبقى خارج من البلازما بالذات بعناصر النمو وعناصر الشفاء اللي بتساعد على تثبيت العظم وان العظم ينشف ويمسك نفسه في وقت اقصر. وبعد كده نقدر نحط فيها الزرعات. ده طبعا احنا بنتكلم ان العظم اللي موجود مش يعني ما ينفعش نزرع فيه تماما. زمان كنا بنقول للمريض امشي على الطقم المتحرك اللي هو ليه مشاكله اللي هنتكلم عليها برضو النهارده. دلوقتي احنا بنقول لاي مريض انت من حقك يبقى عندك سنين. بنعمل الاشعه المقطعيه اللي بتحدد لنا الكلام ده زي ما اتفقنا. الاشعه المقطعيه دي نقدر بعد كده نتعامل بيها مع السمايل ديزاين ان هي تحدد لنا ان المنطقه عندنا دلوقتي منطقه كويسه، طب انهي حته بالذات اللي هحط فيها الزراعيه بتاعتي؟ ده اللي بنقدر نحدده عن طريق السمايل ديزاين، برامج تصميم الابتسامه. فبقينا عارفين الشكل المريض النهائي هيبقى عامل ازاي. كان بيبقى عندنا طبعا الفم لما يكون ما فيهوش ولا سنه، ده معنى كده ان اللي عمل اللي وصل للمرحله دي يا اما مريض سكر فاسنانه كلها كانت بتتلخلخ فاضطر يخلعها ورا بعضيها، وهيكون من حظه الكويس ان هو يبقى فاهم اللي احنا هنتكلم عليه ده، ان هو لو كنترولد او يقدر يبقى كنترولد لازم السنه اللي هيخلعها يحط مكانها زراعيه على طول، لان ده هيساعد على الثبات بتاعها في وقت اقصر ويزود الثبات بتاعها. فبقينا نخلي اي حد عنده مشكله في اسنانه او ما عندوش اسنان يوصل لاسنان كامله. طبعا مشكله التركيبات المتحركه زمان كان ليها مشاكل كتير جدا. طبعا اول حاجه بتساعد على ان العظم في الحته دي كش زياده عن ان فقدان الاسنان نفسه بيساعد على ان العظم يكش. فمجرد ما بنحط الزرعات بتاعتنا بنحافظ على الكونتور. طب ايه المشاكل لما العظم يكش؟ ايه المشاكل اللي بنواجهها؟ مشاكل هي السن، بيبدا الانسان يبدا شكله اكبر لان التجاعيد بتزيد، احنا ما عندناش فيه اسنان خالص وعضلات الوش والجلد دي كلها مشدوده على الشاسيه اللي هو العظم، العظم ده كش فيبدا يبان سن اكبر. مفيش حاجه اسمها مستحيل دلوقتي، دلوقتي الجيب الانفي لما بقى ينزل بسبب ان الاسنان مش موجوده بقى لها فتره طويله بقينا نقدر نرفع الجيب الانفي بفتحه صغيره خالص ونحط عظم تحت الجيب الانفي ونزرع الزراعيه بتاعتنا. استخدام البلازما زي ما احنا قلنا بيساعد على ثباتها في وقت اقصر. وبعد كده دور التركيبات الثابته بتاعتنا بنقدر نعملها. طبعا احنا اخترنا اماكن الزراعيه في الاول واخترنا التخيل بتاع الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي، نبدا ننفذ الكلام ده مع شكل اسنان تليق على الراجل اللي هو ما عندوش سنان ده. وساعدتنا في كده الرؤوس بتاعه الزراعات المايله. الرؤوس بتاعه الزراعات المايله بقت تدينا الشكل، حتى لو احنا عندنا الفك كش شويه نقدر نطلع الاسنان لبره شويه. وبرده التركيبات اللي هي بتتربط بمسامير برده ادتنا الفرصه دي ان احنا
نخلي مكان الأسنان بعيد عن مكان الزراعية، فنقدر نوصل للشكل النهائي اللي احنا عايزينه والمضغ النهائي والعلاقة المظبوطة ما بين الفكين. مع شايني وايت، ضحكتك تعبر عنك. مستشفى بداية، أكبر صرح طبي لأطفال الأنابيب والحقن المجهري في مصر والشرق الأوسط. مستشفى بداية، ضحك الطفل تنور دنيتك. مركز وايتي، دكتور نور الدين مصطفى لتجميل وزراعة الأسنان، نخبة من أفضل استشاري طب الأسنان. وايتي، وي ديزاين يور سمايل. مستشفى الأمم، الأستاذ الدكتور سيد الأخرس، المركز المتكامل لعلاج بطانة الرحم المهاجرة وجراحة المناظير والحقن المجهري. المركز البريطاني لتجميل وزراعة الأسنان، الدكتور كريم إبراهيم، The Smile Designer. We make you proud of your smile.